تحية صباحية لكل متابعينا وين ما كنتم متابعينا، وأهلا وسهلا بكم بفقراتنا الصباحية اللي راح تكون من الحمل حتى الحوت. وقبل أنه أبدي فقرتي معكم متابعيني، حبيت بس أنه أخبركم على هنالك 10 أيام القادمة إلى نهاية الشهر، أي 1 تموز، يعني منا إلى 1 تموز. هذه الأيام أنا أسميها أيام الأفراح والمسرات، بل وحبلى بالمفاجآت. منا إلى 1 تموز نشهد ما شاء الله ما شاء الله على جميع الأبراج. ليش؟ بفعل إحنا خلينا نسميه الأسبوع اليوم الثاني على أن هنالك أفلاك وأقمار جدا ممتازة ما زالت وبعد تدعم جميع الأبراج. طبعا هنيئا لمولود الحوت، اليوم مرتاح مولود الحوت. من أمس الأبراج المائية كانت شوية، ربما بعض التفاصيل كانت شوية يعني الجانب النفسي، الأمور الحياتية، الوضع الاجتماعي كان شوية متذبذب، لكن اليوم الأبراج المائية هي أحسن حظ، ونقول للحوت اليوم أنت شوية ارتاحيت، يعني الحمد لله على السلامة يا حوت. إذن متابعينا الكرام، تفاصيل هذه المواضيع وتأثيراتها طبعا على جميع الأبراج من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية. معي أول اتصال هاتفي. ألو ألو ألو، صباح الخير. صباح النور. صباح العافية. مية هلا. شلون صحتك مية؟ يا عيوني غلاتي والله. مية هلا، من معانا؟ الله يحفظك، رحم الله والديتي. أنا اسمي تقوى. نعم تقوى. تقوى من وين يا تقوى؟ من النجف. حي الله النجف. أول مرة يا تقوى؟ بلي أول مرة وبالقوة تحصلت. يا حبيبتي إن شاء الله ما تكون آخر مرة وتكوني صديقة البرنامج، حياك والله. الله يسلمك. حبيبتي يا مرحبا حياك. أيوة تقوى تفضلي قلبي. ردت على مود ابني. تمام. ارد اعرف شنو. تمام. أي والله. اللي هو ابنك شنو؟ محمد ابن تقوى. طيب محمد بن تقوى، ايش هو تاريخ ميلاده يا اخت ام محمد؟ 23/8/87. 23 23 23/8/87. تمام اوكي 23 طبعا حسب حسابي الخاص. هو اجي الفجر يعني اجي قبل الفجر بشويه. طيب. العذراء وعطارد. تمام. يا مواليد ايش قد العمر؟ بلي ايش قد العمر؟ مواليد 87. 87 العمر كله يا ربي. طيب يلا تمام حبيبتي. مولود العذراء وعطارد حاكم برجه طبعه ترابي. بلي. وعطارد ما شاء الله عليه هو في بيته في الارتفاع لمولود العذراء، يعني مساحات جدا ممتازة هذه الفترة، يعني إن شاء الله يا رب نناقشها. بس نعرف شنو حابة تعرفين يا أخت تقوى؟ صحته صحته. طيب عن الصحة؟ أي والله. تمام ما يساوي. طيب شوفي طبعا هذا المولود ربما هنالك معاناة صحية في ظل تراجع عطارد مسبقا، كان يعاني طبعا مسائل على الأغلب قد تكون باطنية أيضا الآن، واضحة معاه؟ بلي قد تكون على الأغلب الآن مشكلة باطنية أكثر. لا 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 لا، هو يعني أدى أعراض مرض الصرع بس مو يعني شلون وصلنا، يعني يقولون من حالة نفسية يعني. لا لا وصلنا. اسمعيني أنا من أقول لك، من أقول لك الباطنية تأثير حالات الصرع بداية على هذا الموضوع اللي هي مسائل باطنية بداية، أو قد تكون هنالك تشنجات كبيرة الآن للأذية الأكثر في عضلات البطن أو الصدر، يعني يكون كأنه مطبوق كأنه يلتصق صدره على رجله أحياناً تحصل هذه. هو اول ما بدات الحاله قبل كم سنه يعني شويه هنا بالصدر صارت عدة مثل يعني شلون يسترجع الاكل او يعني شلون المعده يعني بدايه. كلامي مضبوط لحد هسه اخت ام محمد؟ بلي تمام. بلي طبعا العلاج موجود معنا ان شاء الله، والمسائل جدا بسيطه رغم الحاله الصعبه الان اللي يمر بها، لكن العلاج ما شاء الله يا رب خير يا رب خير. يعني هو على الأغلب يعني تشتد هذه الحالة مع اكتمال القمر الكامل أحياناً تكون عنده كلش قوية، إذا تلاحظين يعني الشهر العربي. يعني ما خلينا لا لبنان ولا حتى إيران، رحنا وحتى العراق وما خلينا الدكتور يعتب علينا. يعني تجي الشمرة وتجي يعني صفنا هيتشي هاي الدقيقتين ويعني هو يعني متأذين، هو متزوج وعنده طفل. خلي أقول لك شفتها هذه حصلت له على كبر، يعني مو من هو صغير. لا 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 طبعا على كبر. على كبر يعني بعد 20 صار معه. ايه ايه تمام. بلي خلاص اذا هذه المسائل حقيقيه فالعلاج معانا ان شاء الله يا ربي. تروحين على صفحه برامج زاغروس بالعربي بالفيس، هناك تكتبي لي
ويا رب بخير تتصلين على الجميع وعلى الجمهور وتبلغيهم انه هذه الحاله انتهت الى الابد وراح تنتهي بمشيئه الله سبحانه وتعالى. هذه ارقام واسماء واشياء معينه راح انا يمكن يعني من ضمن على الفيس صفحه فيسبوك زاغروس قناه زاغروس الفضائية اكتبي هناك وإن شاء الله تلقين الحل معانا وكل التفاصيل راح نفهمك عليها. يا ربي وصلتي الحمد لله وشكرا إن شاء الله خير. المهم وصلتي حبيبتي. يعني أكو أمل؟ أكو أمل؟ لا 99% من هذه الحالات، هذه حالات جدا بسيطة. لا بسيطة، صار له 10 سنين يعني هو مريض، صار له 10 سنين بسيطة سنة. للأمانة للأمانة يمكن حجم الموضوع كبير وخطر، لكن الكلام التسمعيه ربما يفاجئك. يعني أنا أقول لك بسيط الموضوع مع اسماء وارقام ان شاء الله. يا ربي نتمنى ان شاء الله يا ربي الدعاء دعاء في ان شاء الله مجالات. يعني اسمه متوالم؟ لا بالعكس، هو ياخذ شيء من اسمك. يعني يستمد الرحمه، يستمد الاشياء الايجابيه، وكان يكون مرحوم عند الاخرين او ربما يكون معطوف من قبل الناس الاخرين، كان يكون اصحاب عمل، كان يكونون اصدقاء، كان يكونون شيء من هالقبيل، هذا مع طاقه عطف هذا المولود ان شاء الله. يا رب خير يا رب خير. هناك تلقين الجواب من عيوني، صار تأمرينا حبيبتي. يا مرحبا يا عيوني يا عيوني يا مرحبا، حياك نامية هلا مرحبا. طيب يلا الاتصال هاتفي اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، صباح العافيه. شلونك؟ شو اخبارك؟ عينك حبيبتي، انت من وعانا؟ نجلام الموصل. اهلا نجولتي، شنو اليوم الحظ معلق وياك ان شاء الله؟ حبيبتي حي الله للموصل. شلونك؟ ستمية؟ شخبارك؟ فدوى لقلبك حبيبتي، أنا بخير إذا أسمع أخباركم الطيبة. أشكر ستمية. طيب يلا نجولة، شلون نساعدك؟ أمطيشة أموال 24/2/2001. طيب 24، أها 24 قلنا؟ أي 24/2. تمام، يعني نحن اللي 24/2 هو مولود الحوت، أوكي، لكن الدرجة 20. أي حاكم البرج زحل بالطبع معي. فديته أنا، فديتهم بناتي، شنو أنتو؟ حلو، أنا يعجبوني الحافظين ومذاكرين زين، زين نجولة، يلا. القراءة لمنو راح تكون؟ إلج؟ إلي تتميز إلي. يلا، تمام، عن شنو نحكي؟ أي عن النصيب. ها، عن النصيب تحكين؟ طيب. كلش تعب عن الحوت. لا اليوم أنت إذا شفتي القراءة الصباحية يعني شنو كنت أقول؟ كنت أقول الحمد لله على السلامة يا حوت. اليوم أيه اليوم تحديداً تمام؟ تمام كلامي؟ أي تمام. اليوم تمام تحديداً أريد نهني مولود الحوت، نقول له الحمد لله على السلامة يا حوت. اليوم أنت ألف لا بأس عليك، لا من يومين داون، داون حيل كانت الحالة مع مولود الحوت. يعني حتى على صعيد العلاقات الاجتماعية كان خاسر شخص، أو ربما كان خاسر أخ، أو كان خاسر حبيب، أو كان شخص محجوب عنه، أو قد يكون هنالك قطع علاقة متعبته، أو ربما ما هناك مسائل لحد واصل أنه دموعه طافرة. لكن اليوم 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 الحمد لله على السلامة يا حوت. لا اليوم بالأمان، تمام؟ اليوم وبكرة تمام. إن شاء الله بالأمور السليمة يا ربي. على فكرة حتى السرطان وأيضا مولود العقرب من الأبراج المائية اللي هم أساسا كانوا متأثرين بهذه الطاقة اللي كان يعاني من عندها الحوت. يا رب خير إن شاء الله، تمام؟ يلا حبايب نجولة، شنو تسأليني تحديدا؟ عن النصيب ستني. عن النصيب، يعني تقصدين النصيب الارتباط بشخص معين ولا فترات أي الارتباط ولا طيب اي اقتران بشخص معين؟ طيب شوفي، يعني هاي مسائل الشد والجذب ماكو انه انا اسجل حضور وانت تراقبني واني اراقبك، قد تكون هناك حاله تراقب بين اثنين، اوكي؟ من راح يتنازل من هذا العرش العالي لحتى يقول مرحبا؟ يا ستي قولي مرحبا، قولي مرحبا، يعني ايش دعوه هالكرامه العاليه؟ ترى بين الاحباء ما في اشياء، يعني اشياء تدعي انه انا اكون يعني من برج عالي واحكي. عامه اليوم مسائل احنا ما نسميه تنازل، لكن اليوم اذا حبيتي انه انت تتواصلين او انت تكون الفترات للتقارب يعني تكون فترات جدا ممتازه، يعني راح ينفعك هذا الموضوع، هذا من جهه. جهه ثانيه يعني لسه في لمولود الحوت كانه مع فتره مو احنا امتحان نسميها كانه شده، او ربما لسه في عبور الى الجانب الاخر للعلاقات الاجتماعيه اللي تخص هذا المولود، لكن على شهر التاسع يشهد حدث كلش مهم، وللعلم في خاطب اخر يعني غير اللي انت تتحدثين عنه، هناك علاقه جديده او ربما دخول علاقه جديده او تشهدين حاله خطوبه جديده. يظهر معك خاتمين يا حبيبتي. تمام؟ تمام. يا رب خير ويكون الخيار الك، بس احنا شو نسوي بالخاتمين وقلبنا وين؟ هنا المشكله ترى. تمام؟ جوزة ميت
في الميت اللي في السعودية بتنتهي مفاتيح برج الحوت، والله كلش تعبانة. مفاتيح برج الحوت. طيب أنا شنو أقول؟ أقول بعد يومين، لأنه اليوم وبكرة هو إلكم، ما راح نستطيع ناخذ أي شيء. شو رأيك إلى بعد بكرة إلى نهاية العشرة أيام اللي أنا قاعد أحكي بيها اليوم يا نجلاء؟ هذه العشرة أيام ولا يصير مثلها إطلاقاً. يعني كان الله سبحانه وتعالى يحاول أنه ينقذ جميع الأبراج أو تكون هنالك رحمة معينة. فإذا تحبين بعد يومين تعودين الاتصال بي، راح أرتب لك مسائل جداً ممتازة للحوت من عيني والجميع الحيتان على فكرة، يعني اللي عندهم مسائل شوية متوقفة يعني على الحال. تمام؟ حبيبتي يا مرحبا، حياتي. أنا بش مواليد أخوي. أنا ما أعرف الأخ المخرج، في اتصالات أخرى يعني حتى ما يزعل الجميع. يلا تفضلي. اسمي 28/3. طيب 28/3 اي 91. تمام، احنا نتفق انه هو الحمل ومريخ وناري. ايش اسمه؟ محمد بن مريم. محمد مريم. هذا محمد اول مسائل ظاهره معاه الصبر. صابر على شنو محمد؟ جسمي عشان المصري هو يعني دائما معاه طاقة صبر، معاه انتظار، معاه اصطبار، معاه ترقب، معاه شيء. طيب وكانوا عنده عدة علاقات، لكن العلاقات كانت مشروطة، يعني كان يريد يرتبط لكن بشرط. اي صح صح صح. تمام. اخر وحدة، اخر علاقة ما صار لها تقريبا خلينا نقول اكثر من شهر او 25 يوم. اي صح صح كلامي. صح. تمام. على فكره هذا يقعد ويسكت والنصيب يجي اليم. هذه الفترات اللي مضت كانت بيظل تراجع وطارد، لكن هذه الفتره الان طبعا هو الحمل. ايش تحكي عن الحمل؟ صاحب نصيب غير اعتيادي، المشتري في قعر داره، يعني يخدم على صعيد العلاقات الاجتماعيه بطريقه جدا ممتازه وكبيره، يعني ما راح يشهد. اذا حاب الان الارتباطات حقيقية، الآن يعاود مسائل الارتباط ويفكر يعني بالارتباط أو بالزواج. تدرين ليش؟ هو يعني هسه حالياً يريد يتقدم بس قولي لي ليش؟ قولي لي ليش؟ الآن خليه يتحرك، المشتري في قعر داره، هذا المشتري ما يزوره إلا بعد سنة. تمام؟ فالآن يعني خليه تطير. هذه بها نجاح، والنجاح قد تعبر ال 30 أو 35% فقط، هنالك محادثات، أوكي؟ محادثات، لكن لكن تثمر، تثمر وراح نسمع أخبار طيبة. وخليه يعني يحاول إن شاء الله. يصير يا رب بخير. حسب المحادثات الاوليه في 35 تعبر 35، يعني كانه صاعدين في ضلع عطارد مع المشتري اللي خدمه في حاكم برجه في قعر داره. لا مسائله جدا ممتازه، ولو كان على على باطل راح ينتصر، لو كان على باطل راح ينتصر. الحمل معاك اشياء غير اعتياديه يا حمل، نتمنى انه تكمل كل تفاصيلك الحياتيه في ظل دوره عطارد المرتفع وفي ظل المشتري اللي هو كوكب الحظ. الحظ يعني تفهم شلون؟ لو انت على باطل راح تنتصر، وين اكو يعني افضل من هيك تفاصيل؟ حاول انه تكمل كل تفاصيلك لمسائل القران والزواج والنصيب. تمام؟ تمام ست مي. معايا بعدك؟ اي معاك ست مي. حبيبتي نجلاء، يا رب خير، يلا سمعينا اخبار طيبه نجوله. ان شاء الله ست مي. يلا ما تغيبين ما تغيبين عنا، عودينا على صوتك. ان شاء الله. يا رب خير، يا مرحبا حبيبتي، مرحبا، مية هلا. اهلا وسهلا. طيب. يلا شو في اتصالاتي في اخر؟ صباح الخير ست مي. صباح العافيه، مية هلا. شلون ست مي؟ يا مرحبا يا عيوني. اني فرح ست مي. يا حياك الله الاخت ام فرح، شلونك مفروحه؟ حبيبتي الله يسلمك. شلونهم البنات؟ شو اخباركم؟ حياتي من ايدك فدوى روحك. حياتي فدوى لعينك، حافظكم الله، استغفر الله، شلونك الله يسلمك. عساك بخير. ست مي حبيبتي. اي. فدوى اذا ما تصير زحمه على ابني دار. اي. 13/6. اي. شوفي لا يرجع يعني هو بالخارج 13 راح يقطع يعني بليت يقف مال سياره مال طياره. 13/6. اي تمام، خليك معايا ثواني. الجوزاء ثواني، حسب حسابي خلينا نشوف اليوم. وعطارد هوائي. تمام، شو تسألينا يا أم فرحة فقط عن الموضوع؟ والله هو ديري يرجع يعني بشهر الثامن على أساس يعني طيب. موعد لازم يرجع يعني شوفي لا يرجع لو لا. اليوم راح يقص بليت مع الطيارة. طيب يعني تكت اليوم؟ يعني زي تفصيل لو لا.
ويساوي يعني هو لحد هاللحظات الآمال مقطوعة على مسائل العودة أو شيء، لكن هذه الأمور اللي معاه الآن في تراجع، في أشياء ربما تبدي تتراجع، أو ربما هو الآن يظهر له عمل أو يظهر له طارئ معين قد تتأخر العودة، أو ربما مسائل يعني يظهر معاه أشياء شلون نسميها إحنا متراجعة، يعني بدت الأمور ده تتراجع معاه، كانت أمورها لا بأس من 10 أيام أوكي، لكن قد يظهر له شيء طارئ مع شريك أو رب عمل أو شيء من هالقبيل هذا. تمام؟ تمام؟ زين يعني مشكورة. هو يفكر لكن راح تكون طاقة قطع عنده الآن. إيه. تمام. 600 سدوا على هاي بنتي الصغيرة أنطيتينها بالتعليقات على شيء يعني على الروحة يعني كملت وصامت يوم بعد عندها شيء لو لا. جيد خير إن شاء الله، بالتعليقات راح نسولف عن بقية التفاصيل لحتى نفهمكم إذا الله راد. إيه فدوا مشكورة حبيبتي. شكرا جزيلا لك. يا مرحبا. طيب يلا روح لاتصالات. طيب يلا روح. الو مرحبا. الو الو صباح العافيه. صباح العافيه. يا اهلا وسهلا، منو معانا؟ وياك رغد من بغداد. رغد؟ اي من بغداد. حي الله البغداد. اول مره رغودة التصنينة؟ هاي ثاني مره. يا حياك 100 بس بعد معاناه يعني. أوف معاناة، لا اسم الله ألف لا بأس عليك، يلا خير إن شاء الله. أنا مواليد 14/12. أها. 1994. خليك معي 14/12. 1994. تمام. أريد أسأل عن الصحة والإنجاب والتوافق. طيب، مولود القوس. المشتري حاكم برجك وطبعك ناري. تمام. أوكي، رغد إيش قد العمر؟ 94 طيب سؤال. أولا قد تكونين زوجة ثانية أو قد يكون هناك تفكير لزواج ثاني؟ لا لا أنا الأولى. أنت الأولى؟ أي. يلا خير إن شاء الله خير، اعتبريني ما حكيت شيء، خير يا رب. تمام. اسمعيني، في مسائل يعني أنت بداية تسألين عن الصحة؟ الصحة والإنجاب والتوافق. الإنجاب التوافق. يلا فيما يخص مواليد القوس، طبعا القوس مانج قليلة يا قوس نارية وحاكم برجش مشتري، وأيضا المشتري هو اليوم في أعلى نقطة من الحمل الناري، أيضا يعني يدعم الأبراج النارية بطريقة جدا ممتازة، يعني واضحا واضح اللي واضح الآن معاك هي سلسلة، وكأنه هذه الحلقة مقترنة بالصحة والارتباط. تمام؟ يعني مسائل الارتباط هذه الفترات اللي ربما مضت 20 يوم تقريبا كانت متذبذبة بين شد وجذب، يعني عدم توافقات واضحة معاك. تمام؟ إما أنه أنت تهدين وتبدي الصولة منك، وإما أنه هو يهدى وتبدي الملاحظات من يمك، وهكذا هي الأمور والتفاصيل اللي تتطور. أوكي؟ بس إذا تاخذين عندي نصح وكلام، ما نسمح للطرف الثالث، ما نسمع للطرف الثالث اوكي، لانه كان هنالك يعني انت من الاشخاص اللي يعني مثورين لسبب، الا ما يبقى شلون الغيم اللي تتلبد في بالك وبعدين تنطرين مره واحده، يعني تسمعين 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 واخر مره بعدين خلاص انه حتنفجرين، فهذه التفاصيل يعني مو صحيحه. خلي انه نحاول انه شنو نهدي حبيبتي، حاول انه تهدين هذه الفترات، فترات حلوه وجدا ممتازه، 10 أيام الجايه جدا حلوه والها انطباع جدا رائع عليك. طيب معاش طفل انت؟ لا يعني انا قلت لي اول ما توصلت وياك قلت لي راح يصير عندك فرحه بشهر الواحد. يا حبيبتي هذا معاش طفل، الله شاهد هذا طفل، هاي معاش مولود. اي مو انا خافت قلت لي عندي فرحه بشهر الواحد، هاي شهر الواحد انا طلع عندي حمل. اي؟ اي وقلت لي راح تطلع عندك بنوته، طلعت عندي بنوته. اي؟ اي بس اني كان توقعنا صحيح؟ كان توقعنا صحيح 100% اصلا. حبيبتي يعني شو تقولين للجمهور هسه؟ والله يعني عبالك قاعده وياي حبيبتي رغد. يا فقدنا الاتصال بقت رغد. رغد مثل ما خبرناك على انه هنالك مولود والمولود تطلع بنت، وطلعت معاك بنت والكل سمع كلامك على الجو مباشره، معاك رزق اخر، معاك جنين اخر، الان في كلام حلو، في اشياء تتحدثين عن مواليد جداد، عن اجنه جديده،
عن أفراح داخل طاقتك، نبتعد من الطاقة السلبية والمشاكسات وما نسمع للطرف الثالث بارتفاع عطارد، ترتفع كل الطاقات إذا كانت إيجابية وإذا كانت سلبية، وروح للطاقة الإيجابية كبريها وحاول إلى هنالك طريق لفرح وسعادة داخل طاقتك. ليش نحاول أنه نسمم هذه الفرحة حرامات ونخسرها؟ للعشرة أيام القادمة إن شاء الله راح نبدي إلى أول يوم من تموز، يعني منا إلى يوم 1 تموز راح تكون الأمور جدا ممتازة وعلى خير ما يرام. خلينا نحاول أنه نربط أحزمة الأمان ونتلقى جميع التفاصيل المفرحة والحياتية الحلوة اللي داخل طاقتنا، نبتعد عن كل المشاكلات، لأنه بطاقة عطارد والمشتري في أعلى نقطة في الحمل هي اللي راح تنهي جميع تفاصيلنا. إذن فقرتي معكم أنا الصباحية انتهت، لكن لقائي جدد بكم كل يوم صباح. بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى يكملوا باقي فقراتهم الصباحية، وتنتظروني بحدث جدا مهم عن باقي 10 أيام إلى يوم 1 تموز. شنو راح يكون هناك؟ بالتفاصيل القادمة إن شاء الله ألتقيكم.